متنيون سياديون. قالوا لنا انه عددكم قليل، انه ما فيكم ما قدرتوا تكملوا ليحة بالمتن. قلنا لهم ان الكرامة قليلة. مع ضحكة صفراوية. بداية كل ثورة حتى لو كانت سياسية والناس بيرجعوا على بيتهم مثل ما هي الحالة هلا، الناس بخافوا يبينوا، مش كلهم عندهم الجرأة، أو أيام بقلل قلة خاصية، مش دايما جرأة. فنحن بلشنا ومثل ما شايفين إنه الليستا لائحة منا كاملة، لأنه يلي بيفكروا مثلنا بين الموجودين على الساحة كانوا قليل. في ناس بينوا كانوا مؤخرين، بس كان تسكر باب التراشيح. فمرت الجيل على كل، إن كل ثورة كانت سياسية أو عسكرية بتبلش بعدد قليل، وبعدين بصيروا يلتقوا ببقية المناطق وبتكمل الليستا وبيكملوا بقية اللوائح إذا الشعب كان بده. ولا نرجع منقول عفوا للاستقلال الفرنساوي، بس إذا الشعب كان بده رح نطلع ونكمل ونلتقى باللي مثلنا ويلتقوا فينا، مش يجوا معنا نلتقى كلنا سوا. مش عم نقول نحنا رح نعمل رئيس عليهم. بعدين الشعب هو بيفرز المسؤولين من خلال نظام ديمقراطي. وشكراً.